طيب نرجع لملف التصالح في مخالفات البنى واللي اتكلم عنها رئيس الوزراء وللحكومة المصرية كلها بكامل هيئتها وطبعا الوزارات المعنية والمحافظين الكل بيشتغل دلوقتي على قدم وساق علشان يعني الملف ده يتقفل بقى والمسألة تكون مقننة ونشتغل بقى في قصة المرافق وتعميمها إن شاء الله ووصولها لكل حتة في بلدنا. وفي سبيل إن احنا نوصل لده متابعين بقى يعني تسهيلات وتيسيرات وتخفيضات حصلت، ده غير طبعا التخفيض اللي عمله رئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو 50 جنيه للمتر في القرى مهما كانت القرية دي موجودة فين. لكن في المحافظات عمالين نشوف طبعا النسب اللي عمالة يعني تتخصم علشان يكون في إقبال أكتر من المواطنين ويكون تخفيف طبعا عليهم العبء المادي. كان في جزئية يمكن كنا بنناقشها، توصيل المعلومة وإن الناس تكون على وعي وعارفة أهمية ده إيه وهيرجع عليهم إزاي بالخير وإن هو يقنن وضعه، فالمعلومة إنها توصل وتوصل لكل الناس وتوصل لأهلينا في قرى مراكز نجوع يبقى الكل شغال إنه نخلق الوعي المطلوب بأهمية هذا القانون والاستجابة ليه. الحقيقة لفتة مهمة من محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب اللي بدأ في اللي احنا بنتكلم فيه ده وبشخصه. طبعا يمكن كنا بنقول والوحدات المحلية هتتكلم والموظفين، لكن لما يكون المسؤول التنفيذي لما يكون المحافظ هو اللي بيقعد مع الناس ويبقى فيه التواصل البشري والإنساني ده ويتكلم معاهم ويبقى يسمع برضو ايه مشاكلهم، طب هما ايه اللي مش فاهمينه، طب هما ايه اللي متخوفين منه، طب ايه مشكلتهم، طب الفلوس فيها اخبار يعني او فيها مشاكل او يعني التسعير في حاجه، فالكلام ده يعني مهم وبيجيب نتيجه ايجابيه وكمان يقطع الطريق على اي حد بقى عايز يوقع او يعمل اشاعات او يعمل البلبله اللي بقول حضراتكم عليها. على كل الاحوال خلونا نسال كده سياده المحافظ عن التجربه دي واهميتها ووقعها ايه على الارض. مساء الخير يا سياده المحافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. مساء الخير يا سياده المحافظ. مساء النور يا استاذه ربنا على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا 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 وسهلا سياده المحافظ، الحقيقه تجربه مهمه ولافته وايجابيه جدا، فيا ريت حضرتك تشرح لنا برضو الفكره وعملت ايه مع الناس ورد فعلهم كان عامل ازاي؟ خلينا الاول حضرتك نقول ان احنا بنتكلم في ملفين مش في ملف واحد. اتفضل يا فندم. ملف التصالح وملف التقنين والاثنين هامين جدا والاثنين حتى الان برضو الرساله مش واضحه لبعض الناس. في بعض المشكلات اللي موجوده نتيجه عدم قد يكون عدم توصيل المعلومه بصوره كافيه، وهناك بعض المشكلات في من نتيجه تطبيق بعض الموظفين في القانون اذا كان في التصالح او اذا كان في التقنين، فهو ده اللي خلانا ابتدينا نتحرك وعملنا جدول. يوم الخميس كان عندنا ابو حماد، النهارده كان عندنا بلبيس ومشتول، ان شاء الله يوم الثلاث عندنا الحسينيه، فبص عاملين جدول هنزل مركز نتكلم في ده ونتكلم في ده وبناء عليه اللي احنا سمعناه بعض المشكلات في التطبيق، هل ده داخل في الحيز بتاع القرى والعزب زي ايه بقى؟ يعني اكيد بقى لما تسمع من الناس بدل ما يبقى في تقرير وحد يقول لحضرتك، انت بتسمع بشكل مباشر اكتر العقبات او الحاجات اللي مش مفهومه او مشاكل قابلتهم ونشتغل عليها بقى، لان ده هيبقى نموذج كمان اكيد ده ممكن يكون وضع في محافظات كتير. بالظبط كما هو قال حضرتك ان معظم المشكلات او معظم الطلبات بتتلخص يا اما في تخفيض السعر يا اما في ان احنا نقلل المقدم او نطول مده الاقساط، واحنا قعدنا وكلمنا مع بعض وقلنا ان احنا هندي 35% بالنسبه للتصالح 35% تخفيض، بجانب دوله رئيس الوزراء ادى 25% للدفع النقدي، يعني معناها ممكن يوصل ل 60% من القيمه وده رقم عادل جدا 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 بجانب القرى. وبعدين النهارده من المرور فدلوقتي في لجنه بتعمل حتى الان لغايه دلوقتي حركه الساعه 7:30 إلى 4 مؤتمر حتى الان لتحديد ما هي القرى وما هي العزب وما هي المدن عشان نحدد بالاسم. المنطقه دي ب 50 جنيه، المنطقه دي ب 60 جنيه، المنطقه دي ب 70 جنيه، مش هنسيبها لاجتهاد اي موظف عشان ما يحصلش نوع من انواع الخطا او سوء الاستغلال. واللجنه هتاخد لها يومين ثلاثه وان شاء الله هننزل كشف، ان شاء الله يا رب الكشف ده يكون 100 ورقه 200 ورقه ان الواحد يبقى عارف منطقته المتر فيها كام بالظبط للتصالح. ده اللي احنا هنا ليه النهارده وان شاء الله نحاول نوصل لحل في هذا الموضوع، بجانب طبعا المرور على المراكز التكنولوجيه والوقوف معاهم ومعرفه اذا كان الزحام في مشكله في الزحام ولا لا، ففتحنا الوحدات المحليه
إذا كان في مشكلة في التعامل. طبعا كان في برضو بعض الشكاوى من المعاملة اللي هي غير مريحة من بعض الموظفين. يعني كل الكلام ده شفناه بجانب بقى أستاذة لبنى ملف برضو مهم احنا بنشتغل عليه واللي هو ملف التقنين. وده برضو عندنا وسمعنا من أهلنا وسمعنا ايه المشكلات اللي قبلهم، برضو عملنا برضو حاجة تريح أهلنا، ادينا 40% تخفيض من السعر بشرط انه يسدد 25% من المقدم، ونديله 50% بشرط ان هو يدفع كاش. يعني لو عمل كاش هياخد 50% على طول من الثمن، وده انا بقول ان ده قيمه جيده جدا جدا لان الاسعار بقت مناسبه وقبل بارتياح شديد جدا من اهلنا. وان شاء الله احنا هنستمر في المرور عشان نسمع المشكلات اكتر. جهد أكثر مشكور أكثر. يا سياده المحافظ بنشكر حضرتك عليه ونتابع ان شاء الله. وطبعا زي ما حضرتك شرحت كده وزي ما قلنا مهم قوي يعني تشوف الناس على الارض وتتعامل مع مشاكلهم والاستجابه السريعه ليها عشان يحصل الهدف اللي احنا بنتكلم عليه واللي البلد كلها دلوقتي شغاله لتحقيقه. شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.